تليق بقيمة الجماهير الدكانية. واليوم صورة غنية في المدرجات، كرة تمشي عرضية الرات الراسية، يتذكر منها محمد اليوسفي في مناسبتين كان هناك ارتباك على مستوى عملية التلتقاط الكرة في المرة الأولى، لكن اليوسفي يتمكن منها. لاعب السابق للمغرب التطواني لاحظوا أيوب القاسم يعطى كرة بهذا الشكل في اتجاه من البحث عن إدريس بناني، مرة أولى وثانية من الحارس محمد اليوسفي يتمكن منها. حارس مرمى فريق الدفاع الحسني الجديد، كرة مرة أخرى يتقدم سايمون يعطيها لشعيب المفتول، يحضرها في اللجنة اليمنى، محاولة لفريق الدفاع الحسني الجديد للعطية البحث الراسية من سايمون وقرناص المتابعة، لكن تخرج الكرة ركلة مرمى. يقول الحكم لفريق حسنية أكادير ببعض الانسلالات اللي قام بها سايمون مصوبة، لاحظوا ويلعب كراس حربة لكن متحرك تارة نشوفوه في الجهة اليمنى وتارة في الجهة اليسرى، وهذا يؤكد اللاعب لاعب مهاري، لاعب سريع، لاعب يحاول ما امكن يبحث عن بعض الاختراقات. هذا الاسيست كان من مصطفى شيشان امام البوفتيني، حاول يستثمر هذا الكره اللاعب سايمون مصوفا، لكن الكره تمشي من المراوغه يحضرها في الجهه اليمنى، تبع هذا المحاوله الضغط من عناصر الدفاع، يلعب سايمون الى هجوم رائع من الدفاع، وهذا محمد علي بمعمر يسددها بعيده عن مرمى الحارس عبد الرحمن الحوسي. كبير هجوم جيد من سايمون مصوفا قبل هذه الكره الاخيره اللي سدد محمد علي بمعمر، الكره لم تكتمل بعد ما كان تدخل موفق، ويسجل حضور كبير في القسم الثاني بعد ما كان يمارس في الهواة. علي بذلك يخلينا نشوفوا دربيات هذا الجهه، عبده دكاله نادة الزمامره والدفاع ونادة الزمامره اولمبيك اسفي، ودربيات محليه بطبع خاص القسم الاول. هذه كره خطيره لصيه جول ياسين الرامي، يرمي الكرة في الشباك براسية تغالط الحارس محمد اليوسفي. هي قيمة الكرات الثابتة التي تحدثت عنها مع بداية المقابلة، قلت هي مهمة لكل طرف انت تتحدث عن الحسنة والدفاع، لذلك من الطبيعي ان تكون واحدة من الاسلحة المطروحة بقوة. الشمن الخلف ياسين الرامي بغتهم، ياسين الرامي لعب براسية، شوف الهفوة على مستوى الدفاع، مرت من مروان هدودي ومرت من بقية الاسماء، هنا لعبت على المقاص، هنا الهفوة في الدفاع، اقول هفوة دفاعية، لا احد كان ينتظر هذا الهفوة ولا احد كان ينتظر ياسين الرامي يتمكن من تسجيل هدف ويشعل فتيل هذا المقابلة. 1-0 الحسنية تتقدم بملعب محمد العبدي من جديد على حساب فريق الدفاع الحسني الجديد، وبذلك سننتظر مباراة حارقة وسننتظر أجواء أخرى في هذا المقابلة، فرحة كبيرة. يعطيها شعيب كرة تمر عبر شيشان يحضرها، مشت لسيكو كامارا، فرصة خطيرة للدفاع، فرصة خطيرة والإبعادية من قاسمي، مرة أخرى محمد علي بن معمر سددها، فكرة جميلة من محمد علي بن معمر، تسديدته تمشي بعيدة عن مرمى الحارس عبد الرحمن الحواسي. ضغط الدفاع الحسني الجديد من خلال هذا الكرة، كان يبحث عن التعادل. ولا شوف معي محمد علي بن معمر، الفكرة جيدة لكن التنفيذ لم يكن جيد، التسديد لم يكن بالطريقة الجيدة، كرة تمر أو تمشي بعيدة عن مرمى الحارس عبد الرحمن الحواسي. تبقى النتيجة دائما 1-0 للفريق الدكاري في اتجاه سايمون مصوفا، خطيرة من سايمون يفقد التوازن، سايمون يضيع فرصة خطيرة، هنا الحارس عبد الرحمن الحاسي ماذا يفعل؟ خطيرة كانت دكاري قرناص، حاول يقتنص الخطأ اللي ارتكبه عبد الرحمن الحاسي، خروج خاطئ من عبد الرحمن الحاسي أو التمرير هو اللي كان خاطئ، لأنه لعب الكرة الأولى والثانية، الجماهير تفاعلت مع الكرة الأخيرة، لقد الموقف في المكان المناسب، دفاع فريق الحسنية دي خطيرة. مجنونة في الشوط الأول، ومصطفى شيشان يلعب نيشان ويستغل هذا الارتباك في دفاع حسنية أكادير، يسجل الهدف في الوقت القاتل من الجولة الأولى، كان
حتى المباراة تسير نحو نياب 1-0. نشوف معي الارتباك من الدفاع حضرة عطاسيكو كامارا، كرة على الطبقة من مصطفى شيشان، يلعب نيشان ويسجل هدف التعادل فريق الدفاع الحسني الشاذلي. 1-1، مباراة تشعل، مباراة يرتفع رتمها مع جوال دقيقة. ادريس بناني اللي يقوم بالادوار الدفاعية لجانب الهجومية، لاحظوا ادريس بناني وتامر صيام، عودة سريعة من اجل القيام بالادوار الدفاعية الى جانب الهجومية. كما قلت لكم هذه لعبة كرة في العمق، محاولة دكانية، اخر الفرص هذا الجولة الاولى، نتابع هدف من فريق الدفاع الحسن الشاذلي. ام تنتهي 1-0 ام يسجل فريق السوسي هدف اخر؟ خطيرة خطيرة، ماذا يقول الحكم؟ ركلة جزاء لفريق الدفاع، اظن ننتظروا ام ركلة مرمى؟ يقول ركلة مرمى في الوقت للجميع. دمت الجماهير الدكانية وعناصر الدفاع بانه الحكم ما شرب ركلة جزاء، قال لهم ركلة مرمى. وهذه الكرة كانت خطيرة، اختار الكرة شعيب المفتون لعبها في العمق، عملية التمرير في اتجاه من؟ هذه كانت في اتجاه سيمون مصطفى، عطاو كرة على طاولة السيس، عطاو الهدية هنا الهدية لسيمون. التغطية كانت من طرف سفيان المفتيني. تلعب للحسنية هي الأولى مع بداية الشوط الثاني، أن يكون الشوط الثاني أحسن من الشوط الأول، نتمنى ذلك. كرة تلعب للحسنية، البحث عن الراسية، متابعة من كريم البركة، وراسية راسية اختصاصية سينا الرامي، هذا المرة محمد اليوسفي في المتابعة من يعني في المكان المناسب وبالطريقة المناسبة يتمكن من إيقاف هذا الكرة. كرة ياسين رامي حاول أن يسجل بنفس الطريق مع تياش الجي، وكان توج بلقب البطولة الوطنية. قلت اللي يطمح الجمهور الدكاني أن يتوج بفريق الدفاع، كان توج مع فريق الحسنية موسم 2001-2002-2003. انتبهوا هذه محاولة، وش المعلومة خطيرة، مشت الحسنية خطيرة، كريم البركاوي تمريرته كانت تسريعه بعيده عن تامر صيام، هذه كره كان بامكانها ان تشكل الخطوره. لاحظوا معي كريم البركاوي، شوف لعبها بعيده عن من؟ عن اللعبه، عن اللاعب اللي حاول يسط مراسوير الشاوش، هنا يفقد التوازن صراحه انه يراوغ امام التغطيه الدفاعيه، رجع الكره للخلف وهذه تمشي بين يدي الحارس محمد اليوسفي، حاول يخطفها لتامر صيام براسيه. في كل مباراه تؤكد وتقول بالرغم من العقوبات، بالرغم من أن هذا الأمر، شوف هذه المحاولة خطيرة لفريق حسنة، تقدير كريم هذه تحسب لمحمد اليوسفي، والحسنية قد يندم على تضيع بعض الكرات. شوفوا معنا الروغ المرة الأولى وثم روغ الثانية يرفعها، لكن افضلية الحارس اليوسفي يختار بعادة في الوقت المناسب، حكم يقول واصلوا اللاعب.